اليوم السابع مباشر الخبر من قلب الحدث. مشاهدينا مشاهدي اليوم السابع مباشر، اهلا بيكم في نشرة فنية جديدة واللي هنتكلم فيها عن اخبار الفن والفنانين. واول خبر معانا النهارده من ميدان التحرير، وهو بيقول شريهان والصاوي وبسمه وخالد يوسف في التحرير اليوم. قرر عدد كبير من الفنانين النهارده ان هم ينزلوا يشاركوا في جمعه العزه والكرامه، وده عشان طبعا يطالبوا برحيل المجلس العسكري وتسليم السلطه لحكومه مدنيه. وفد الفنانين اللي رايح التحرير النهارده هيضم الفنانه شريهان والفنان خالد الصاوي وخالد ابو النجا والمخرج خالد يوسف والمنتج محمد العدل والمخرجة كاملة أبو ذكري. كمان الفنانة جيهان فاضل والفنانة بسمة قرروا إن هم ينزلوا كمان عشان يشاركوا في جمعة العزة والكرامة. الخبر التاني معنا النهاردة بيقول السيناريست تامر حبيب يرقد بالعناية المركزة بمستشفى كليوباترا. السيناريست تامر حبيب اجرى امبارح عمليه في الغضروف، لكن النهارده هيتنقل لغرفه عاديه بدل غرفه العنايه المركزه. وقرايب حبيب قالوا ان هم بيطمنوا كل جمهوره ان تامر كويس وان ان شاء الله هيخرج قريب من المستشفى. خبر كمان معانا عن اصابه مي كساب وعزمي ومنير اثناء تصوير تحت السيطره. أصيبت الفنانة مي كساب والفنان أحمد عزمي وأحمد منير وهم بيصوروا أحد مشاهد فيلم تحت السيطرة، والإصابة دي خلت الفيلم يتأجل 5 أيام، وهيبتدوا التصوير بعد ال5 أيام دول بعد ما يخف كل منهم من الإصابة بتاعته. فيلم تحت السيطرة بطولة مي كساب وأحمد منير وأحمد عز، كمان بيشارك في الفيلم هايدي كرم وعزة أبو عوف وضياء المرغني وسامر مغاوري. الفيلم من إنتاج محمد رحال ومن إخراج المخرج نادر، وده في أول تجربة ليه في الإخراج. اخر خبر معانا النهارده بيقول فضل شاكر يحتفل بزفاف ابنته الشهر المقبل. الفنان فضل شاكر هيحتفل بزفاف ابنته ألحان الشهر المقبل ان شاء الله في مدينه صيدا. كان الفنان فضل شاكر بيستعد لطرح البومه الجديد اللي صوره من فتره كبيره جدا، لكنه اتاجل بسبب ظروف الاوضاع في الوطن العربي. وبكده بنكون خلصنا نشرتنا الفنية النهاردة. استنونا في نشرة فنية جديدة. كان معاكم نبيلة مجدي من اليوم السابع مباشر.